التاسعة من العالمين، حلقة خاصة من شرفة الحلم المصري المرصع بالجمال والعمل والتحديث. قصة الرمال التي أصبحت ناطحات سحاب، والشاطئ السحري المهجور الذي بات جنة فتحت أبوابها لعموم المصريين. نمشي في دروب العالمين ونرصد جامعاتها وصروحها ومساكنها الحديثة. التاسعة مع يوسف الحسيني من العالمين، مفخرة الجمهورية الجديدة ويدها الخضراء. الليلة على قناة مصر الأولى.